اوكي، اجينا لمهمة البابا 2. في اكثر كم معرف يسويها بسيطة جدا، ما عليكم. تروح المكان اللي كان مؤشر عليه في المهمة. فاول ما تروح المكان، في مكان فيه زومبيز، تمام؟ زي ما تشوفوا قدامكم في كونتينر ازرق. هذا الكونتينر لازم تسحبوا 4 زومبي وتخلوهم يدخلوا داخل هذا الكونتينر او الازرق او الحديد الكبير، ما ادري كيف الترجمة، يعني بسيط جدا. فأتأكد انه يدخلوا 4 داخل، تمام؟ اذا دخلوا 3 ما راح يشتغل معك، دخلوا 2 لا، اتأكد لين يدخلوا 4 وتضغط الزرار وبس. فنتأكد أول ما يدخلوا 4 نضغط الزرار ونرجع ثاني مرة إلى البنت. Excellent. They will come in.